بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم الى عرض المساء الاخباري من قناه الشروق، نستهله بابرز العناوين. الجيش السوداني يعتزم مقاضاه ناشطين واعلاميين داخل وخارج البلاد. والحريه والتغيير بولايه سنار تحمل الجهاز التنفيذي مسؤوليه المشكلات الاقتصاديه. إغلاق كامل لحدود الولاية الشمالية اعتبارا من يوم غد الأحد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. مرحبا بكم. وفي تفاصيل الأخبار، أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها باشرت فتح بلاغات مع النيابات المختصة تأسيسا لدولة القانون، ووفقا للقانون الجنائي والجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات والجرائم المعلوماتية. وأوضحت القوات المسلحة السودانية أنها عينت في شهر مايو الماضي مفوضا عن القائد العام وعن القوات المسلحة ضابطا مختصا في الجرائم المعلوماتية، وأكدت أن الإجراءات طالت مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان، وسيتم تمليك تفاصيلها بانتظام للرأي العام. وقالت القوات المسلحة السودانية في تعميم صحفي أصدرته اليوم إن مهام هذه اللجنة تتمثل في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. أكد المتحري الثاني في قضية مقتل حنفي عبد الشكور وكيل نيابة أم درمان جنوب ممدوح عبد الله أن سبب الوفاة هو الجروح وكسر في عظام الجمجمة والنزيف الدموي تحت السحايا بسبب الاصطدام، وذلك وفق التقرير الطبي الصادر من مشرحة أم درمان. وجرت اليوم السبت بالخرطوم وقائع جلسة محاكمة الرائد بقوات الدعم السريع المتهم بقتل الشهيد حنفي في 3 يونيو من العام الماضي في حادثة دهس بسيارة المتهم. وكانت الجلسة بدأت بمشاهدة مقطع الفيديو، وذكر المتحري أنه تم العثور عليه وقد تم تصويره من قبل أحد الثوار ومدته 19 دقيقة وهو يوضح الحادثة. أكدت الآلية الوطنية لحماية المدنيين التزام الدولة بوضع خطة محكمة لحماية المدنيين بولاية دارفور بعد خروج يونيميد، وذلك بمشاركة جميع أجهزة الدولة العسكرية والمدنية. واستعرض اجتماع الآلية برئاسة وزير الشؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس المشرف على الآلية الخطة الوطنية لحماية المدنيين بعد خروج يونيميد، والتي تهدف لمعالجة قضايا النازحين واللاجئين في إطار تهيئة بيئة العودة الطوعية للنازحين، وذلك بتوفير المتطلبات الأساسية للعودة من خدمات صحية وتعليم ومياه وتوسيع تجربة المجمعات الخدمية النموذجية وتوفير سبل كسب العيش للعائدين ورفع قدرات والمهارات المهنية الخاصة لفئة الشباب. وأمن الاجتماع على ضرورة تسهيل وصول المنظمات الداعمة لعمل حماية المدنيين. شكت قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية سنار من عدم تعاون الجهاز التنفيذي بالولاية في إدارة وتوزيع السلع الاستراتيجية، خاصة وقود الزراعة والدقيق وبعض السلع الأخرى، وفشل الموسم الزراعي المتوقع بسبب التأخير في تسليم حصص الوقود للمزارعين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته حول إدارة الأزمة الاقتصادية بالولاية. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير الماحي سليمان إن جميع لجان المجلس المركزي للحرية والتغيير بسنار تواجه صعوبات وعقبات من الجهاز التنفيذي لاستكمال مطلوبات الثورة. وأضاف الماحي أنهم دفعوا بخطط إسعافية قريبة المدى وأخرى استراتيجية، إلى أن هذه الخطط قوبلت بالتجاهل التام. قد أجاب المؤتمر الصحفي على كثير من التساؤلات وأوضح مشروعية هذه المطالب التي تتعلق باستكمال ملفات السلام واستكمال هياكل السلطة الانتقالية ومن تعيين للولاء المدنيين والمجالس التشريعية والاهتمام بالأحوال المعيشية من غاز ودقيق ووقود لإنسان ولاية سنار، والمجهودات التي بذلت من قبل الحرية والتغيير واستعراض عمل الحرية والتغيير منذ إنشائه.
تنعقد يوم الثلاثاء القادم بجنوب افريقيا قمة افريقية صغار للتداول حول سد النهضة الاثيوبي. وكتب وزير الري والموارد المائية ياسر عباس في حسابه على تويتر امس الجمعة ان السودان تلقى دعوة للمشاركة في قمة مصغرة بشأن السد يوم 21 من يوليو الجاري. وقال عباس: نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد. وكانت المباحثات قد جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الإفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكان، قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة. أصدر الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية المكلف عبد القادر محمد سعيد قرارا بإغلاق جميع حدود الولاية إغلاقا تاما اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة 5 أيام، وإلغاء كافة تصاريح المرور إلا الحالات الطارئة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بالولاية. وشملت القرارات كذلك إغلاق الأسواق بمحلية دونغولا لمدة 5 أيام، ومنح العاملين بالمؤسسات والمصالح والهيئات والمجالس إجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام باستثناء عمال الطوارئ بالكهرباء والمياه والنفايات والكوادر الطبية والبنوك والزكاة والإذاعة والتلفزيون وغرفة الطوارئ بالأمانة العامة لحكومة الولاية. ومنع القرار الحركة والتنقل بين المحليات إلا للحالات الطارئة لمدة 5 أيام. كشف آخر تقرير لوزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 155 حالة جديدة بفيروس كورونا يومي الأحد والاثنين الماضيين. وأصدرت الوزارة تقريرين متتاليين عن الموقف الوبائي للجائحة. ووفقا للتقرير فإن عدد الحالات التراكمية يوم الأحد بلغت 10599 وارتفعت يوم الاثنين إلى 10682 حالة. وشددت وزارة الصحة على ضرورة التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و 99 للبلاغات من كل ولايات السودان. ونادت الوزارة بالالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية. انطلقت بولاية القضارف اليوم امتحانات شهادة مرحلة الأساس في 178 مركزا، جلس من خلالها أكثر من 27 ألف تلميذ وتلميذة بزيادة 8% عن العام السابق. ووجه والي الولاية المكلف نصر الدين عبد القيوم صوت شكر لأسر الممتحنين على صبرهم وتفهمهم للظروف التي أدت لتأجيل الامتحانات عن موعدها السابق، مشيدا بدور وزارة التربية وتعاون وزارة الصحة في تهيئة البيئة المناسبة والآمنة لأداء الامتحانات، داعيا وزارة التربية للاستعداد المبكر لامتحانات الشهادة السودانية المتوقع لها أن تكون سبتمبر القادم. اليوم تنطلق امتحانات شهادة الأساس بولاية القضارف في عدد 178 مركز، طلبوا تحنيح حوالي 27322 طالب، يمكن بزيادة من العام الفات نسبة 8%. تفقد وزير الصحة المكلف بولاية النيل الأزرق عددا من مراكز امتحانات شهادة الأساس بمدينتي الدمازين والروسيرس للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة إصابة بالولاية منذ ما يقارب الأسبوعين. وثمن الوزير دور الشركات الصحية الإيجابي في توفير مناخ صحي معافى، ويجلس ما يقارب 11000 ممتحن من محليات الولاية السبع ب 68%. يتسيد الاستقرار الأمني والصحي والأكاديمي مراكز امتحانات شهادة مرحلة الأساس بالنيل الأزرق التي تستمر وفق ضوابط صحية في ظل جائحة كورونا. الحمد لله من خلال زيارتنا كل الاشتراطات مطبقة بشكل كويس، التباعد الجسدي مطبق بشكل ممتاز، وكل طالب لابس الكمامة، وفي توفر معقمات في كل مدخل للمدارس. حاجة دي كويس، حاجة كويسة شديد بتمنع الانتشار الوباء داخل وسط الطلاب. بالنسبة للعموم وضع الجائحة في الولاية، الحمد لله نحن لنا 13 يوم لم نشهد أي إصابة جديدة بكوفيد 19. كل الحالات المسجلة في ولاية النيل الأزرق منذ بداية هذه الجائحة اللي هو 29 حالة،
فيها حالة واحدة للوفاة، وفيها 27 حالة تماثلت للشفاء الحمد لله. ما تم من إجراءات وقائية احترازية وجد ارتياح كثيرين لما له من انعكاسات على المشهد بمراكز الامتحانات. رغم ظروف الخريف والتخوف من جائحة الكورونا، ولكن الحمد لله الناس وضعوا كل الاحتياطات والحال مستقر، والعمود اليوم الرابع وما واجهتنا أي مشكلة والحمد لله رب العالمين. الناس تحوطوا للامتحانات حقيقة، خاصة في المناطق الطرفية بتحتاج لجهد شوية، وصلت الامتحانات فيها في وقت مناسب. نهضة التعليم والارتقاء ببيئته يظل الرهان الذي يتنافس عليه الجميع في ظل ثورة التغيير. في المرحلة الجاية محتاجين لتغيير كبير على مستوى التعليم، ومعلوم أنه التعليم يتعرض لما يتعرض له تجهيل. حتى نحن وصلنا مرحلة كان المعارف تكتسب عن طريق التعلم وليس التعليم، فكانت المعارف بتكتسب بشكل ذاتي، ما في منظومة، ما في منهج، ما في مقررات واضحة. لكن الحمد لله بثورتنا والتغيير اللي حصل، أكيد في مؤتمر تعليم هسه قريب هيكون فيه تغيير كبير لكل المنظومة التعليمية. هدوء ورغبة في التفوق مع تصميم على تخطي كل الصعاب المحتملة هي الرسالة التي عكستها الزيارة التفقدية لبعض مراكز الامتحانات بمدينتي الدمازين والروسيرس. عامر عمر عبد الله، الشروق، ولاية النيل الأزرق، الدمازين. قالت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى إن السجون ليست مكانا للتعذيب بقدر ما هي محافل للتهذيب والتدريب والتأمل في مسيرة الحياة. وفي كلمتها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للنزيل، أوضحت عضو مجلس السيادة الانتقالي أن الدولة تبذل جهودا مقدرة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية لمواكبة التقدم الذي تحقق على مستوى العالم في هذا المجال، سواء على مستوى السياسات العقابية أو على مستوى البنى الهيكلية للمؤسسات المعنية. أحيي بناتي وأبنائي وإخوتي في عامة سجون السودان. أسمحوا لي وإن فشلت في عتقكم جميعا من السجن لأسباب تعرفونها أن أحييكم في هذا اليوم العالمي لسجن للنزيل. لا أحب أن أناديكم سجناء، فأنتم مجرد ضيوف في هذه الأماكن تقضون وقتا، أتمنى من الله أن يكون يوما وقتا مثمرا وأن تستفيدوا منه. السجون هي ليست مكان للتعذيب بقدر ما هي محافل للتهذيب والتدريب والتأمل في حياتنا من أجل أن نسمو بها للأفضل. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان من انتشار للسحب الرعدية في 7 ولايات. وقالت الهيئة بحسب الموقع الرسمي اليوم السبت أنه تم رصد سحب رعدية في ولايات كردفان الكبرى، دارفور الكبرى، النيل الأبيض، كسلا، القضارف، الجزيرة، والأجزاء الحدودية الشرقية والجنوبية من ولاية الخرطوم. وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع تحرك سحب رعدية من الحدود الإثيوبية نحو ولايتي النيل الأزرق وسنار. وتوقعت بحسب بيانها هطول أمطار في أجزاء متفرقة من تلك الولايات مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة. مشاهدينا، عرضنا الإخباري متواصل وفيه بعد الفاصل. شركة فرنسية تطرح برنامجا ذكيا لتطوير نمط الإنتاج الزراعي بالسودان. مرحبا بكم مجددا في أخبار العالم. شن أفراد أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية حملة على المحتجين في مدينة بورتلاند بولاية أريزونا الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي لإدارة الرئيس دونالد ترامب لحماية النصب التذكارية الأمريكية، فيما وصفته الحاكمة الديمقراطية للولاية
لمسرحية سياسية. وقالت متحدثة باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنه تم إرسال أفراد إلى بورتلاند لدعم وحدة شكلت حديثا من وزارة الأمن الداخلي ومكلفة بفرض تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الشهر الماضي لحماية النصب التذكارية والمباني الاتحادية. ووصفت كيت براون حاكمة ولاية أريجون ذلك الإجراء بأنه إساءة صارخة لاستخدام الحكومة الاتحادية لسلطاتها. قال وزيران إسرائيليان إن الشريك الرئيس في ائتلاف وزير أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد أن ترجئ إسرائيل خطط الضم في الضفة الغربية وتركز بدلا من ذلك على تحسين أوضاع المستوطنين اليهود والفلسطينيين في الأراضي المحتلة. واتفق الجنرال السابق بيني جانتس المنتمي للوسط ونتنياهو المنتمي للمحافظين على بدء مناقشة خطط الضم في أول يوليو، لكن الخطة التي تواجه بالفعل معارضة دبلوماسية جرى تنحيتها جانبا بسبب عودة فيروس كورونا المستجد للانتشار. ويقول جانتس إن الأولوية يجب أن تكون للأزمة الصحية على حساب أي تحركات في الضفة الغربية قد تؤجج الصراع مع الفلسطينيين. قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى اليوم السبت لإجراء فحوصات طبية. ونقلت الوكالة عن وزير الشؤون الديواني الأميري الشيخ علي الجراح الصباح قوله إن الشيخ صباح البالغ 91 عاما دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. أبلغت وزارة الخارجية الفلبينية الكونغرس الأمريكي بأنه سيجرى احترام الحريات وحقوق الإنسان في الفلبين، وذلك وسط تصاعد المخاوف حول قانون لمكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ في البلاد اليوم السبت. ويتيح التشريع الجديد تشكيل مجلس يعينه الرئيس ويمكنه من تصنيف أفراد وجماعات على أنها إرهابية، ويخول له احتجازهم لفترة تصل إلى 24 يوما دون توجيه اتهامات، كما يسمح بعمليات المراقبة والتصنت على والتنصت على المكالمات الهاتفية والمعاقبة بطرق تشمل السجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط. توفي جون بوليس أحد رواد حركة القانون المدنية في الولايات المتحدة وواحد من الذين قضوا فترة طويلة كعضو في مجلس النواب الأمريكي عن 80 عاما. وكان لويس عضو الكونغرس عن مدينة أتلانتا قد أعلن في ديسمبر أنه يعاني مرحلة متقدمة من سرطان البنكرياس. وكتب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في بيان لقد أحب هذا البلد كثيرا لدرجة أنه خاطر بحياته ودمه لكي يظل على قدر المسؤولية. تلقى لويس دعما من مارتن لوثر كينغ الابن الأصغر والذي التقاه بعدما كتبه لويس وهو في 18 من العمر. وكان لويس آخر الباقين على قيد الحياة ممن تحدثوا في مسيرة 1963 في واشنطن. وواصل لويس كفاحه من أجل الحقوق المدنية وحقوق الإنسان حتى نهاية حياته، وكانت دعوات لإثارة مشكلات بناءة مصدر إلهام للآخرين. في أخبار الاقتصاد، أكد رئيس لجنة التسيير الاتحادي غرف الزراعة والإنتاج الحيواني أحمد عبد الرحمن الدومة ضرورة السعي لاستخدام الأساليب العالمية لزيادة الإنتاج الزراعي. جاء ذلك خلال مخاطبته منتدى زراعي حول تطبيق برنامج للزراعة الذكية. وخلال المنتدى قدم ممثل شركة بلوبيل وكيل شركة إيرباص الفرنسية بالسودان عرضا لمميزات وأهداف التطبيق من خلال توفير المعلومات وتحليلها لمعرفة المساحات المزروعة والإنتاج المتوقع ومراحل النمو للمحصول والاستخدامات الأمثل للأسمدة وكيفية التعامل مع الآفات وغيرها من الخدمات المتعلقة بتقديم الحلول لمختلف المشاكل التي قد تطرأ في مجالات الإنتاج الزراعي وكيفية زيادته بالجودة المطلوبة. ويهدف البرنامج للتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة بالطرق الحديثة. بحثت وزيرة المالية المكلفة هيبة محمد علي مع مدير برنامج الأغذية العالمي حميد نورو تنفيذ المرحلة التجريبية من برنامج دعم الأسر والذي
بدأت الحكومة في تنفيذه مؤخرا. وقالت الوزيرة المكلفة أن الشراكة مع برنامج الأغذية مستمرة لبناء شراكات دولية والعودة إلى المجتمع الدولي. وخلال لقاء وزيرة المالية المكلفة، أعلن حميد نورو مدير برنامج الأغذية العالمي مواصلة تنفيذ الدفعات المتبقية من بنود الاتفاقية المبرمة بين السودان والبرنامج لشراء القمح مقابل أن تدفع الحكومة القيمة بالعملة المحلية. وتنص الاتفاقية على أن يقوم برنامج الأغذية العالمي بشراء القمح نيابة عن الحكومة السودانية، على أن تقوم الحكومة بسداد المقابل بالعملة المحلية. وقعت حكومة ولاية نهر النيل عقدا لإنشاء محطة لإنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة تصميمية تبلغ 300 ميجاوات وبقيمة تمويل عبر نظام البورد تصل ل 300 مليون دولار. وأكد ممثل الجهة الاستشارية لمجلس الوزراء القومي بدر الدين علي التزام الشركة في تنفيذ المشروع وبأدق وأميز المواصفات الحديثة ووفق الجدول الزمني المتفق عليه، واصفا المشروع بالاستراتيجي في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. واعتبر بدر الدين أن اتجاه السودان لإنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة بالنقلة المهمة، وشرعت حكومة ولاية نهر النيل عمليا في إجراءات إنشاء المحطة بتسليم الشركة المنفذة الموقع المقترح بمحطة الغبش التحويلية بالضفة الغربية لمحلية بربر. سوف تسهم هذه المحطة في تقليل التكلفة الإنتاجية بالنسبة للزراعة والصناعة، حيث أن كما معلوم أن الطاقة السولر هي في التشغيل بتاعها تكلفتها تكاد تكون منعدمة. فبإذن الله سوف يبدأ هذا المشروع من غدا، سوف تبدأ الأعمال المساحية للموقع، وسوف يعقب ذلك بإذن الله بعد فتح مطار الخرطوم وفد الشركة. هذا المشروع سوف يقوم على أساس البي أو تي، وهو طبعا معروف هو نظام التمليك الإيجاري. سوف تتولى حكومة السودان فقط دفع مساهمة البدني الألماني توماس ويبر والمدرب العام الضو قدم الخير. واشتمل الميرانو على عدد من الجمل التكتيكية ورفع معدلات اللياقة بجانب التمرين بالكرة. ويتوقع يجري فريق كرة القدم من نادي المريخ تمرينا غدا ضمن برنامج الإعدادي للموسم، ويتجه الاتحاد لتقسيم الأندية لمجموعتين لإنقاذ الموسم الرياضي. مشاهدينا، ختاما لهذا العرض الإخباري نذكر بأبرز العناوين. الجيش السوداني يعتزم مقاضاة ناشطين وإعلاميين داخل وخارج البلاد. والحرية والتغيير بولاية سنار تحمل الجهاز التنفيذي مسؤولية المشكلات الاقتصادية. إغلاق كامل لحدود الولاية الشمالية اعتبارا بيوم غد للحد من انتشار فيروس كورونا. انتهى جولتنا في السودان هذا المساء، تحياتي وفريق العمل، إلى الملتقى، دمتم بخير.